مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفنا اللي معانا عبر ماسنجر أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير يا أستاذ صبري. يا صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معانا ومنورنا كالعادة. ده نورك يا فندم، كتر خيرك. هبدأ مع حضرتك أول منشطتنا بنشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية، وده في إطار مبادرة مصر الرقمية. تفاصيل الخبر بتقول اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين، وذلك بجانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمي وتشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيراتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلاً عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجال أو في مجالات التكنولوجيا المختلفة. نتكلم مع حضرتك أستاذ صبري بشكل تفصيلي عن هذا الاجتماع، وطبعاً العلاقات المصرية الأفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية. حضرتك عارفة إحنا عندنا مشروع ضخم جداً للتحول الرقمي بتشتغل عليه الحكومة المصرية منذ حوالي عامين، وأصبح لدينا منصة لمصر الرقمية تستطيع أي مواطن أو مواطنة تأدية حاجاته من خلالها، والتعامل مع الجهات الحكومية في أكثر من 200 خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية. الاهتمام بالتحول الرقمي أحد العناصر الهامة في مكافحة الفساد. الاهتمام بالتحول الرقمي أحد المشروعات الضخمة للتحول من العلاقات الورقية، إن إحنا نستخدم الورقة والقلم، إلى العلاقات الرقمية من خلال الأجهزة، وده إلى جانب إنه بيوفر وقت وبيوفر فلوس وبيوفر سرعة في أداء الخدمات، بيوفر كمان العلاقة المباشرة بين المواطن ومؤدي الخدمة اللي بينشأ منها الفساد. آسف. وبالتالي هذه المشروعات الضخمة أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التحول بالكامل رقميا. الخبرة اللي اكتسبناها والخبراء اللي عندنا، الرئيس وهو بيستعرض ماذا وصل إليه مشروع مصر الرقمية مع وزير الاتصالات ورئيس مجلس الوزراء، أبدأ رغبته في الاهتمام بالدول الإفريقية ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي إلى الدول التي تطلبها في إفريقيا، وأيضا استفادة الأفارقة من الخبرات المصرية الموجودة لدينا، سواء من خلال المبرمجين أو من خلال المدربين يدربوا الأفارقة خصوصا الشباب على كيفية التحول الرقمي والدخول مع الدول التي تسعى إلى التحول الرقمي في شراكات مع مصر. طيب هروح مع حضرتك لمنشات آخر معانا خاص بنشاط رئيس الوزراء. بيستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، وده لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والعديد من السادة المسؤولين. وفي مستهل اللقاء شاد رئيس الوزراء بالدعم الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر لمصر لتمويل 4 مشروعات بقيمة ما يقرب من 297 مليون دولار بهدف حماية السواحل الشمالية
وتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومثنياً على دور الصندوق في دعم قضايا المناخ عالمياً، خاصة مع اعتماد الدول النامية وخاصة الأفريقية على الصندوق في دعم جهودها الوطنية، سواء في الحد من الانبعاثات أو في التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكداً على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وده لتعزيز موارد الصندوق بما يسهم في توفير مزيد من مصادر التمويل المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية. نروح مع حضرتك كمان لهذا اللقاء ونتكلم طبعا عن هذا اللقاء وأهمية يعني الاستقبال للرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لأنه بقى الملف الشائع في هذه الفترة. احنا بنستضيف في نوفمبر القادم بإذن الله مجموعة 27 الخاصة بالتغيرات المناخية في شرم الشيخ، وأصبح تغير المناخ ده الشغل الشاغل لدول العالم سواء كانت دول كبرى أو دول نامية. إحنا بنقضي اهتمام بتغيرات المناخ لأنه إحنا عندنا مشاكل من هذه التغيرات في السواحل الشمالية لمصر، وعندنا أيضا مشاكل في إفريقيا، ومصر تهتم دائما بإفريقيا وحتكون هي صوت إفريقيا داخل هذا الملتقى، وبالتالي تعرض على المسؤولين عن المناخ في العالم هذه المشكلات وتبحث عن طرق تمويل. وبالفعل نحن حصلنا على تمويل لإقامة محطة كهربائية ضخمة في جنوب مصر من الطاقة الشمسية من صندوق المناخ، وحصلنا على قروض بفوائد ميسرة وعلى أجل طويل لإقامة مشروع حماية الشواطئ المصرية خاصة في الأسكندرية والبحيرة اللي بتتعرض لتغيرات المناخ بشكل يهدد هذه الشواطئ. فنحن لدينا مشروع لحماية شواطئ الأسكندرية بنشتغل فيه كحكومة بالضبط الآن، وبنتابع كل التغيرات التي تحدث في المناخ في العالم وتؤثر علينا وعلى إفريقيا. وبالتالي كان استقبال الدكتور مصطفى مدبولي في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة للبيئة للمدير التنفيذي للصندوق، هو مش بس شكره أو ثناؤه على ما يقدمه الصندوق من دعم وقروض لمشروعات حماية البيئة في مصر، لكن أيضا بحث أوجه التعاون المستقبلية في تمويل هذه المشروعات الجديدة والقائمة. طيب من البيئة حابة أروح مع حضرتك للاستثمار. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وذلك بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وعدد من مسؤولي الوزارة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية اللقاء لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، لافتا إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد. نروح مع حضرتك كمان ونتكلم عن أهمية هذا الاجتماع. شوفي حضرتك، هو رئيس الوزراء دوره أنه يستعرض وينسق عمل الوزارات مع بعضها، ودوره أنه يدرس السياسات التي توضع للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات
ضخمة جدا ومحددة زي الطرق والخدمات ومحطات توليد الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كل دي مشروعات تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين. أبرز مثال لها المشروع الذي لم يتكرر كثيرا وأصبح نموذج يحتذى به، مشروع حياة كريمة اللي بيشمل الريف المصري كله واللي تكلفته حوالي 700 مليار جنيه مصري. الرئيس الوزراء بيشوف مع وزيرة التخطيط المعنية بإعداد الخطة الاستثمارية للدولة إيه هي المشروعات اللي لها أولوية وتكلفتها كام وإجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات، ثم يسأل أو يجلس مع وزير المالية لتدبير الموارد المالية التي تحتاجها هذه الخطة. وبالتالي كان اجتماع الأمس هو استعراض هذه المشروعات وتكلفتها المبدئية عشان تمهيدا لإقرار الخطة الاستثمارية في اجتماع قادم لمجلس الوزراء، والتنسيق بين الوزارات المعنية، كل وزارة تشتغل على الملف الخاص بها. يعني وزارة المالية عليها أن تتولى تدبير المبالغ الموضوعة في الخطة الاستثمارية. أيضا بعض الوزارات قد تطلب تعديل ما يعنيها في الخطة الاستثمارية، أو تطلب زيادة الموارد الخاصة بها وهكذا. فدور رئيس الوزراء في هذا الاجتماع هو تنسيق المواقف والهارموني، يعني التناغم بين عمل مختلف الوزارات وبين المشروعات الموجودة في الخطة. بس أنا كنت أتمنى أنه يطلعوا يقولوا لنا أنه الخطة الاستثمارية تتضمن مثلا يعني إنشاء 100 مدرسة وإنشاء 10 مستشفيات وإنشاء 5 محطات مية وإنشاء وهكذا. ليه؟ عشان الناس تطمئن أنه ما يطرح في هذه الخطة مش هو ده وخلاص، لابد أن يكون الشركاء المواطنين شركاء فيما يقدم إليهم من خدمات، حتى يبقوا داعمين لمثل هذه المشروعات، مش رافضين لها أو يقولك هتعمل لنا إيه أو إيه لازمتها. نعم أتفق مع حضرتك. طيب خلينا نروح خارجيا ونتابع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومعانا منشط خاص بتصريح لوزير الخارجية الأمريكي بيؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجددا على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو إذا تعرضت للهجوم، مشددا على ضرورة ألا يشك أحد في جاهزية الولايات المتحدة على تنفيذ ذلك. وقال بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والدفاع عن حق أي دولة في اختيار طريقها. وأضاف أن الولايات المتحدة وليتوانيا تتشاركان التزاما عميقا بإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق النظام الدولي القائم على القواعد الذي نعترف به كأساس لأمننا المشترك، والذي يتعرض حاليا للتهديد بشكل مباشر من خلال شن حرب غير مبررة ضد أوكرانيا. نروح مع حضرتك للشأن الخارجي ونتكلم عن الأزمة الروسية الأوكرانية. هو حضرتك لسه متناولة هذا الموضوع في الفقرة اللي قبل دي مباشرة، لكن خلينا أقولك أنه أصبح العالم لا يثق فيما تقوله أمريكا على أرض الواقع. اللي قاله رئيس الخارجية الأمريكي هو نوع من طمأنة حلفاء الولايات المتحدة أعضاء حلف شمال الأطلسي اللي هو الناتو، لأنه دي مجرد طمأنة. هو بيقوم بجولة في الدول المحيطة بأوكرانيا عشان يطمئن هذه الدول أنه إحنا مع بعض، وإن إحنا مش هنسيب حد يعتدي عليكم. وما أعتقدش أنه روسيا لديها رغبة سواء بالتلميح أو بالإشارة إلى أو بالفعل يعني إلى الهجوم على
أي من دول غير أوكرانيا. صحيح. ليه؟ لأنه هي لها كما أعلنت ما قد يكون طلبات مشروعة إنه أوكرانيا لا تدخل حلف الناتو، لأنه الناتو لو جاء سوف يكون على الحدود المباشرة مع روسيا ويمثل تهديد بأسلحته الفتاكة للأمن القومي الروسي. ومن هنا كان الخلاف. أصر الرئيس الأوكراني على الانضمام بسرعة شديدة لحلف الناتو. حلف الناتو قعد يعني يدلع على أوكرانيا إلى أن دخلت المواجهات الدبلوماسية إلى حيز المواجهات العسكرية، وهو ما نشهده اليوم لليوم الـ13 في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتراجع حلف الناتو تماما وأعلن أنه لن يطلق طلقة واحدة على القوات الروسية، ولن يدافع بشكل مباشر عن أوكرانيا باعتبار أن أوكرانيا ليست عضو في حلف الناتو. وبالتالي تخوف الدول المحيطة بأوكرانيا أو القريبة من الصراع الروسي الأوكراني من أنه يحصل اعتداء بشكل أو بآخر دفع وزير الخارجية للقيام بجولة مكوكية لهذه الدول لطمأنتها ولإعلان جاهزية الولايات المتحدة للدخول في حرب إذا تعرضت إحدى دول الناتو إلى عدوان أو اعتداء من روسيا. روسيا لا تفكر بذلك وفقا لكل المعطيات اللي قدام العالم، لأنه روسيا لها مشكلة في أوكرانيا وليست لها مشكلة مع دول أخرى. صحيح. وبالتالي كل الدول التي كانت تهدد بلغة الحرب وتدعي أنها جاهزة للحرب أعلنت دولة بعد الأخرى عن عدم طلقة واحدة في هذه الحرب. صحيح. وإنه الدعم لأوكرانيا لا يزيد عن دعم مادي ودعم أسلحة والمعدات. صحيح. وأوكرانيا تشتغل لوحدها، وهذا هو ما حدث على مدى الـ13 يوم اللي الحرب مستعرة فيه. طيب، استكمالا لكلام حضرتك، الرئيس الأوكراني يطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تطبيق حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ومقاطعة النفط الروسي صادرات وواردات، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتصرف بشكل أكثر حسما. وقال زيلينسكي في خطاب عبر تقنية الفيديو إنه إذا لم تتخلى روسيا عن خططها ضد أوكرانيا فحينئذ ستكون هناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة وخطوات عقابية ضد الحرب ومن أجل السلام، ومنها مقاطعة الصادرات الروسية. يعني ده استكمالا لكلام حضرتك أستاذ صبري بأنه الدول أو ردود الأفعال الدولية هتكون قاصرة فقط على فرض عقوبات وليس أكتر. ما هم فرضوا عقوبات ضخمة جدا وعلى روسيا، وللأسف الشديد فرضوها في تعجل. فهم أوروبا بالتحديد كانت أول المضارين من فرض هذه العقوبات. روسيا تصدر الغاز والنفط إلى دول أوروبا بكميات ضخمة جدا. ودول أوروبا تعتمد بشكل كبير جدا على الغاز الروسي، وعندما تفرض عقوبات أكثر على روسيا يتضرر الاقتصاد الأوروبي. اليورو بينهار منذ عدة أيام، الدول الأوروبية تشكو اقتصاديا. نعم. حركة الطيران في العالم مضطربة، حركة السياحة في العالم مضطربة، حركة التبادل التجاري مضطربة، حركة نقل السلع والخدمات من أوروبا إلى العالم ومن العالم إلى أوروبا تكاد تكون متوقفة، النظام المالي في العالم مرتبك. كل ده نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فلو كان المجتمع الأوروبي أو الحكومات الأوروبية شهدت مغزى أو تأثر ضخم جدا
لروسيا من فرض العقوبات، حزمة العقوبات الأولى، كانوا لن يترددوا في حزمة عقوبات ثانية وثالثة. العقوبات على فكرة جاهزة، لكن إعلانها أو إطلاقها هو ده اللي بيخضع للحسابات. ففرض العقوبات في الحزمة الأولى، طبعا روسيا سوف تتأثر، وبالفعل تأثرت، لكن التأثر أيضا طال المجتمع الأوروبي وطال المواطن الأوروبي. المواطن في إنجلترا يشكو الآن من ارتفاع أسعار كبير، المواطن في ألمانيا، المواطن في فرنسا، المواطن في أوروبا كلها بدأ يشكو من ارتفاع الأسعار، وبدأ يشكو من الحركة ما بين الدول غير آمنة، وفي قلق في المجتمع الأوروبي، في قلق لدى المواطنين، في هجرة ضخمة جدا من أوكرانيا إلى الدول القريبة. بولندا أعلنت أنها لن تستخدم سمائها لنقل أو استقبال طائرات أوكرانية. الكل في مقابل مصلحته يرسم خطط التحرك الخاصة به. وبالتالي مناشدات هذا الرئيس الذي ورط الشعب في حرب الشعب ليس له فيها ناقة ولا جمل لابد أن تتوقف، لأنه المجتمع الأوروبي هو نفسه أعلن أن أوروبا تخلت عن أوكرانيا. لأنه كان متصور، كان يتصور أنه أوروبا سوف تدخل الحرب العالمية الثالثة من أجل عيون أوكرانيا، وهو ما لم يحدث ولن يحدث. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ صبري كالعادة على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع، نورتنا. بشكرك أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، شكرا لحضرتك. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك كالعادة، وسعيد بأنك بتستحمليني، وسعيد بمجاملتك لي. نورتنا، بشكر حضرتك جدا يا أستاذ صبري، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معانا.